انا هرجع بسرعه قبل ما اختم مع سياده النائب اكمل نجاتي. كنا بنتكلم على مساله النظام الضريبي، الاصلاحات الضريبيه، وحتى كنت بقول لك في الفاصل قلت لك يعني انا ممكن اوصل في وقت من الاوقات ان انا اشوف قدامي شرائح ضريبيه عادله فيها اعفاءات كبيره جدا للطبقات الاقل دخلا، وفيها ايضا ضرائب عادله على الناس اللي ما شاء الله بتكسب زي ما بيحصل في انجلترا. ما هو بيستثمر في انجلترا وبيدفع 45% وبيجي عندي لو انا جيت قربت له، يعني ده لو قلت له 30 ايه بتقولوا ايه 30 ايه، هنعمل ايه في الحته دي؟ مساله ان الممول الكبير يبقى مقتنع انه لازم تدفع ضرائب وضرائب عادله عليا وعليك. طيب عشان بس ما نظلمش الجزء ده في البرنامج عشان ما يبقاش كل التركيز على الضرائب، انا هرد على حضرتك سريعا على موضوع الضرائب وهنتقل الى الماليه العامه. سريعا في الضرائب، الحقيقه ان احنا عندنا نظام شرائح موجود وفي ضريبه كسب العمل، المجلس الموقر في الفصل التشريعي الحالي وفي دور الانعقاد الماضي اصدر قانون 30، وده قانون انا بعتبره ايقونه العداله الضريبيه، لانه لما عدل الشرايح ما عدلش الشريحه المعفيه اللي هي الاعفاء الشخصي، صح. فاصبح اللي هنا مستفيد اكتر بزياده الاعفاءات هو الشرائح الاقل دخلا، صح. الزياده في الدخل اللي الشرائح الكبيره اللي اتعملت النسبه الاكبر راحت للناس اللي مش هيستفيدوا بالاعفاء الشخصي، فدي جزء من العداله الضريبيه اللي اتطبقت. فموضوع الشرائح ده موجود، العداله الضريبيه متحققه، فاحنا ما يهمناش ان احنا يبقى عندنا شرائح متعدده كتير، لكن يهمنا حاجتين: عداله ضريبيه، سعر ضريبي منافس للمنطقه اللي حوالينا. عشان كده احنا لما جينا نشتغل في البرنامج الاقتصادي في الجزء بتاع الماليه العامه زي ما انا قلت لحضرتك قسمناها لضرائب وضبط ماليه عامه، لان انا عايز كمان اقلل العجز اللي موجود في الموازنه، وكمان عايز اضبط الدين العام. يمكن احنا تميزنا في هذا البرنامج ان احنا تحدثنا عن الدين العام المحلي وكيفيه خفض الدين العام المحلي بوجود لجنه من الخبراء والتنفيذيين يدرسوا ازاي يمكن استبدال المديونيات اللي موجوده للبنوك او لبعض الجهات مع الهيئات الاقتصاديه، ويبقى يحصل تبادل في الارقام في الديون. تاني، استخدام او استغلال الاراضي او الاصول الغير مستغله لبعض الجهات الحكوميه او الهيئات الاقتصاديه لصالح البنوك الحكوميه اللي هي اصلا اكبر مستثمر داخل في الدين العام، فده هيساعدني كمان ان انا اقلل العجز. الحاجه الثالثه والمهمه هي اعاده ضبط الانفاق داخل الهيئات الاقتصاديه وكيفيه رفع كفاءه الهيئات الاقتصاديه عشان تمول الخزانه العامه. ليه انا بقول لك سريعا كده؟ ان انا لو تسمح لي هزود بس اجابه على المحور السياسي. حضرتك سالت احنا عايزين وزراء سياسيين ولا تكنوقراط؟ الاجابه اللي قالها زمايلنا بتؤكد لك ان احنا رايحين لوزراء سياسيين، لكن برضو عشان يبقى العنوان صحيح، واحنا لما اتكلمنا في الاول احنا قلنا ان احنا عندنا 6 سنين عشان ننتقل للجمهوريه الجديده، صح. الست سنين دول يجب ان احنا يبقى عندنا حقيبه للتنميه السياسيه عشان نصنع كادر سياسي حقيقي، تبقى عندنا احزاب حقيقيه مؤثره في الشارع، فيبقى في تنافس ما بين الاحزاب في افكارها، فنوصل لحكومه حزبيه سياسيه، فيبقى عندي سياسي او وزير سياسي وفي نفس الوقت لديه من الخبرات اللي تقدر تخليه يدير التكنوقراط الموجودين في الحكومه. اذا عملنا ده اظن ان احنا ننتقل الى الجمهوريه الجديده بجمهوريه جديده حقيقيه تليق بمصر العظيم بامر الله.